اخيرا خلصوا دهان الشارع. يا رب بس الدهان يفضل زي ما هو لبكره. عندك حق والله يا خالد، الشارع ده رابع مره يتجدد وبعد شهر بيرجع زي ما هو. والله يا سامح لو استخدموا المنتج الصح ما كانش اتجدد اربع مرات، بالعكس كان هيعيش ويفضل زي ما هو بالظبط. وانا عارف المنتج الصح اللي لو اتعملت بيه علامات المرور هتعيش سنين. عندي في شركتي سي ام بي، كيماويات البناء الحديث. يا ترى ايه هو المنتج اللي هيحل مشكلة دهان الشارع؟ بويت المرور سي ار ولا لكي مارمكس 40 ولا كيمتكت؟ لو عرفتوا المنتج ادخلوا على اللينك ده وقولوا لنا الحل.